أنواع التنوين. التنوين له أنواع كثيرة، له 9 أنواع. أرأيتم 9 أنواع؟ ما يهمنا الآن هو 3 أنواع، فلنأخذ بعضا من أهمها. أولا، في تنوين التمكين، وقد ذكرناه منذ قليل، تنوين يدل على أن هذا الاسم متمكن، يرفع بالضم وينصب بالإيه؟ بالفتح ويجر بالكسر. هذا تنوين التمكين وقد أخذناه منذ قليل. يأتي لنا تنوين التنكير، يعني هو نعم يدل على أن الاسم نكرة، وهناك تنوين يعني تنكير سماعي وقياسي. مثل ماذا؟ مثل كلمة صهن، صهن. كلمة مهن، مه يعني اصبر على مهلك، يعني صهن يعني اسكت، مهن يعني ايه؟ بخن، بخن يعني ما أحظاك، يعني هي تعجب واستغراب وإجلال للأمر، تقال في سياق المدح، بخن بخن، صهن صهن، مهن مهن. هذا يسمى تنوين سماعي، يعني سمع عن العرب هكذا، تنوين للتنكير. صهن يعني أسكت عن كل شيء، مهن يعني تمهل عن كل شيء، مهن تمهل، تمهل في كل المواقف. بخن يعني ما أجمل هذا الشيء، تقال في سياق الاستحباب والاستغراب والإكبار والإعظام، أيا كان هذا الشيء. بخن بخن عليك في منطقك، في كلامك، في إبداعك، في إمتاعك، في أي شيء. فهذا تنوين للتنكير وهو تنوين سماعي. هناك تنوين آخر قياسي أيضا، دعونا نعرفه. كلمة مثل كلمة سيبوي، سيبوي، سيبوي يعني هذا اسم مبني، مبني على الكسر، سيباويهن، هذا هو النطق الصحيح له. وهذه الأسماء أسماء فارسية وأعجمية، انتشرت قديما عندما يعني دخلت الفتوحات الإسلامية في كل مكان وجاء الناس بأسمائهم. فسيبويه يقال رائحة التفاح، وهو العلامة الكبير عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه. أيضا هناك ابن خالوي، وهناك نفطوي، يعني هي مجموعة من الأسماء معروفة في التراث. وابن خالوي هذا شاعر، شاعر كان إيه معاصرا للمتنبي، لو تعرفون المتنبي، وكان يجلس صحبته أمام سيف الدولة الحمداني. أقول أبدع سيبوي في كتابه الكتاب، أبدع فعل ماضي مبني على الفتح، سيبويه اسم مبني على الكسر في محل إيه؟ رفع فاعل. هكذا يكون الإعراب، هذا من باب الثقافة ومن باب الإيه؟ المعرفة. أيضا من أهم أنواع التنوين التي ينبغي أن نقف عليها لأهميتها في الكتابات وفي القراءات وفي سياقات كثيرة، هذا النوع، ألا وهو تنوين العوض. عوض يعني يستعاض بشيء عن شيء، عوضا عن شيء محذوف، وهذا المحذوف إما أن يكون حرف، فإذا في عوض عن الحرف، أو كلمة أو جملة. هذه هي الأنواع الثلاثة لتنوين العوض. تنوين العوض عن الحرف كما في قولنا قاضٍ، قاضٍ، محامٍ، هذه هي الكتابة الصحيحة. هذا الاسم قاضٍ، محامٍ، ماضٍ، راضٍ، شادٍ، إلى غير ذلك من الأسماء، هذا التنوين مقابل الياء المحذوفة، لأن هذا الاسم اسم منقوص. وما الاسم المنقوص؟ هو كل اسم آخره ياء مكسور ما قبلها. قاضي، محامي، نادي، شادي، هذه الياء لا تكتب، ولكن إيه؟ نعتاض عنها بهذا التنوين، قاض محام. يعني إذن من الخطأ أن تكتب إيه؟ محامي هكذا، لا، هذا خطأ. قاضي هكذا، هذا خطأ، هذا هو الصواب. متى تكتب بالياء؟ إذا كانت مضافة، قاضي المحكمة، محامي الدولة، محامي الدفاع، محامي الخصم، إلى غير ذلك. أو كان هناك ألف ولام، فأقول المحامي القاضي. فإذا الألف واللام والإضافة تظهر الياء، ما لم توجد هذه ولا تلك أقول قاض محام. ولنذكر أننا ونحن في الثانوية العامة كنا نكتب فعل ماضي، لا، هي ماض. وعندما يصحح لك المعلم، خاصة إذا كان يعني إيه موجها أو أستاذا أولا، ينقصك دريجة، ينقصك بعضا من الدرجة، وإن تشدد أنقصك الدرجة، وأنت تقول أنا مقفل، أي تقفيل، أنت كتبت فعل ماضي وليس ماض، والصحيح ماض لأنها اسم إيه؟ منقوص. فهي ماضي كما قاضي وكما إيه؟ محامي، ماض، قاض، محام، فليعلم هذا.
أما بالنسبة للتنوين، تنوين العوض عن الكلمة، فغالباً ما يأتي مع كلمة كل. أقول كل، أقول كل أخذ حقه. انظروا، كل، قلت كل أو كلاً أخذ حق بحسب السياق ما قبلها. كل ها هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كل أخذ حق. والأصل ها هنا أنها كل، ولكن وضعت التنوين لأن هنا محذوف. إيه المحذوف؟ كل واحد، في هنا كلمة محذوفة، كل واحد، كل طالب، كل رجل. أو أقول من كل، ها هنا أيضا في أي حالة من حالات كل، سواء جاء تنوينها في حالة الرفع أو النصب أو الجر، فهذا التنوين يدل على أن هناك محذوف. ثم السياق الثالث لتنوين العوض هو سياق الجملة، ويأتي في إذا. كلمة إذا، هذه كلمة إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. هذه الكلمة عندما تأتي في سياق حينئذ، حينئذ، وقت إذن، هنا هي يعني تأتي. هذا التنوين يدل على أن هناك محذوف جملة. أقول على سبيل المثال: تقابلنا وحينئذ تصافحنا، يعني نحن تصافحنا عندما تقابلنا. تقابلنا وحينئذ تصافحنا، مش وحين إذ تقابلنا ورأى بعضنا بعضا تصافحنا، لا، حذفنا كل هذا ووضعنا هذا التنوين ليعوض عن الجملة المحذوفة. كذلك في وقت إذن، يعني إيه؟ وقت أن التقينا صنعنا كذا، هناك جملة محذوفة. وهذا من عبقرية اللغة العربية. اللغة العربية هل تعلمون أن حرف قد يستعاض به عن جملة طويلة محذوفة؟ وبيت الشعر الذي يرد في هذا السياق: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، يعني وإن كان فقيرا معدما ظاهر فقره باد، يعني ضعفه، فأنا لا أرتضي إلا هو زوجا لي، إلى غير ذلك من البيت. انظروا يعني أسقطنا كم. قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن، وتقرأ أيضا بقراءة أخرى: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، قالت وإن. ومن أنواع التنوين التي لا نحتاجها كثيرا ولكن يكفي إشارة إليها في هذا السياق، تنوين يسمى تنوين الترنم. لماذا؟ لأن هذه النون تعطي غنة. لذلك أحكام التنوين كثيرة في علم التجويد، ذلك لأن القرآن لابد أن ينطق نطقا صحيحا فصيحا محضا، وفي نطقه فيه تغني، يعني التغني بالقرآن ليس الغناء، لا، التغني إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. فلذلك يعني إيه أحكام النون والتنوين كثيرة في علم التجويد، ففي تحفة الأطفال وفي مقدمة ابن الجزري نجد يعني أحكام النون والتنوين كثيرة. وعلى سبيل المثال صاحب التحفة يقول: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني، فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ستا رتبت فلتعرفي، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، إلى غير ذلك. أحكام كثيرة وفيرة، لأن التنوين يعطي ترخيما للكلام، يعطي ترنيما للكلام، يعطي تغنية للكلام، وهذه من الأشياء العربية المعروفة. ومن ثم فهناك تنوين يسمى تنوين الترنيم، ومن أمثلة ذلك التي يريدونها بيت الشعر الذي كانت العرب تتطرب به أو تتغنى به، يعني يضعون له تنوين، تنوين ترنيم وإيقاع. يقول الشاعر: أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا هو بيت الشعر، ولكن هم يقرؤونه: أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. انظر، يعني فيها تنغيم، فيها ترنيم، يساعد على الإيقاع وعلى الأهازيج وعلى الجو الاحتفالي. فهذا يسمى تنوين الترنيم من باب الترنم. ونحن معا يعني دائما ما نترنم، عندما يترنم أحد يقول نن 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 نن، فالنون حرف فيه ترنم وفيه يعني إيه صوت، لأنه يخرج من الخيشوم، يعطي الإيه الصوت الأغن، الصوت الإيه الموسيقي هذا. فهذا نوع من التنوين. وهناك نوع آخر من التنوين، يعني يسمى التنوين الغالي. إيه الغالي؟ ده تنوين فيه مغالاة، يعني يوضع للقافية المغلقة